السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. اليوم حنسوي كيكه كلش حلوه، هي كيكه الشبح، يعني بسيطه كلش وكل واحد يقدر يسويها. هنا عندي هاي الكيكه قياس 15. هنا راح ابدي انحتها بس من فوق. الفوق راح اسوي الشكل يعني شلون نص دائره، يعني تصير مقوسه من فوق، والطبقات الجوا عوفها يعني ما انحتها، بس الفوق الطبقه الاولى والثانيه تقريبا. نسوي السكينه يعني مو نوقفها يعني هيك شيء مائله بهاي الطريقه، وننحتها حتى تتكون عندنا نص دائره من فوق. هنا اعدلها كل الزين بحيث تكون عدله. والكيكه هنا انا يعني كنت مستعجله وما مجمدتها كلش، يعني اذا جمدوها اكثر بالنحت تكون كلش سهله عليكم. هنا بعد ما كملت هذا الفتات اللي زاد من الكيك راح اخلي عليه قليل من القناش وعجنه، واخلي فوق يعني شلون مثل القبه تصير فوق الكيكه هيك بهذا الشكل بحيث هيك تكون عندنا. هنا بعد ما كملتها عندي هذا القناش راح اصبه على الكيكه واخليه اسوي بالسباتولا عدله، واسويها يعني طبقه واحده واخليها بالثلاجه بس يتماسك القناش، بعدها اطلعها وهم اسويها يعني الى ان تكون عدله وشكلها حلو. هنا اول طبقه القناش سويتها سائل يعني مو شويه ثقيل حتى بسهوله اسوي بيها، لان الكيكه من ناحيتها يعني صارت كلها فتات مال كيك، فنخلي يعني اذا تجيبون القناش وهو ثقيل وتخلوها وهي يعني مو جامدة وبيها فتات فراح كلها تتفلش الكيكة. تسوون سائل باول طبقة وتسوون هاي الطريقة حتى نتخلص من فتات الكيك، وورا ما يجمد على الكيكة نخلي الطبقة الثانية. طبعا وهاي الكيكة التصميم مالتها يعني اذا تسوونها اعلى تطلع الكيكة بعد احلى. هنا بعد ما كملت الطبقة الاولى خليتها بالثلاجة جمد شوية القناش على الكيكة، بعدها طلعته وراح اسوي الطبقة الثانية. طبعا انا الكيكة من جوا مو كلش راح اهتم بيها لان راح شلون يتغطى يعني بعدين تشوفوها، بس اهم شيء عندي الفوق اريدها عدله كلش. هنا نسويها، بعدها راح استخدم اشعه تستخدمونها واي شيء يعني ينطوي اسويها بيها حتى تكون عدله من فوق. هنا الاماكن اللي ما بيها خلي بيها قناش، واستمر بهاي الطريقه الى ان تصير يعني تكمل الكيكه وتكون عدله وما بيها فراغات. هنا بعدها عندي هاي الاشعه راح اسوي بيها حتى تتملس الكيكه من فوق، مجرد ما ايدي يعني تبقى ثابتة وافر الستاند. هنا بعدها عندي راح اسوي المجسمات مال الكيكة. عندي هنا شكل اليقطينة راح اسويها. عندي هنا عجين سكر لون برتقالي راح اكورها بهذا الشكل، ولون البرتقالي اذا ما متوفر عندكم ضيفوا لون عجين سكر لون اصفر وضيفوا له قليل من اللون الاحمر طينا اللون البرتقالي. هنا كورتها بهذا الشكل وهذا الحجم اللي راح اسوي يعني حجم صغير هيك صارت عندنا. بعدها عدي اثقبها من فوق ثقب كلش صغير، وبهاي الاداة اسوي هاي الحركة يعني شلون اقسمها بحيث يصير شكلها مثل شكل اليقطين. نسوي يعني شخطات بس نسويها شوية يعني هنا نسويهن يعني شلون نخليهن يبرزن هذني الاقسام تبرز حتى تنطيني نفس الشكل. شوفوا هيك اسوي بهاي الطريقة هيك صار شكلها، وخليها براحة الايد حتى يعني ما تخرب بالاصابع. هنا راح اسوي شخطات خفيفة بينهم بحيث تنطيني تقريبا نفس شكلها. بعدها عندي هذا اللون الاخضر يعني هيك اخذت فتشي كلش قليل، وراح اسوي هيك شلون الاسطوانية راح اسوي بها ثقب من فوق واثبتها. انا شوية عرضت الفتحة وراح اثبتها، هذا صار شكلها، شكلها كلش حلو وطريقتها كلش سهلة. هنا بعدها راح اسوي نفس الشي بس الشكل يعني راح اثقبها من الوسط بحيث تصير شلون الجنطة. هم كورتها وسويت هاي الحركة شلون من جاية تسوون يعني كبة بحيث هيجي اسوي فتحة بالوسط هيجي بهذا الشكل، وبعدها اسوي نفس الشخطات اللي سويتهن يعني نفس الشي اسوي، الفرق انه مفتوحة من فوق. هنا بعدها راح اسوي مالتها اليدة او المسكة مالتها، عندي لون اسود عجين
سويته بهذه الطريقة. طبعا هاي الماسكة مالتها راح خليت لها قليل من التايلوس او عادي تسويها قبل يوم هي تنشف، وقستها يعني اشوف حجمها مناسب او لا، وبعدها اسويها بهذا الشكل واتركها الى ان تنشف. هنا سفرت العجين الاسود وراح اسوي العيون، يعني هيجي حسوي مثلثات صغيرة ما راح اثبتهن، تضيفون قليل من المي ويعني كلش قليل مسحة وتخلونها توهن. هنا راح اسوي الفم مالته، يعني قطعتها شلون مثلثات في الصف الثانية بحيث تنطيني هذا الشكل، يعني سويته شلون مستطيل رفيع وصغير وثبته. هنا رسمت الفم مالتها بس ما مبينه، يعني كنت رافعة ايدي من الكاميرا بقلم التلوين الغذائي اسود. هنا كملتهن. بعدها بنفس العجين اللونه اسود راح اسوي العنكبوت. بالبداية اخذت تيج صغيرة كورتها، وبعدها راح اخذ اكبر من عندها ونسويها هم نكورها، بس نسويها شلون بالطول شوية بيضوية. هنا بعد ما سويت الراس والجسم سويتها يعني حجمه صغير، راح اسوي الرجلين مالته، اهم هي هاي العجينه نفسها، وراح هيك اسويها بهذا الشكل واسويهن هيك شويه رفيعات وابدي اشكلهن الارجل مالته تقريبا 8. نسويهن بهذا الشكل، يعني شويه نحاول ان نوقفهن، يعني هيك نعكفهن ونوقفهن بحيث تبين كانه ما صدق رجلينا هيك بهذا الشكل. طبعا هنا راح اثبتهن هيك يعني بس اشوفكم، وبعدها راح اثقب ثقوب من الجوانب واخلي الاقدام يعني افوتهم بيها حتى تثبت وينطيني شكل حلو. انا هنا بس هيك راح اشوفكم شلون راح نسوي تصميمهن شكلهن. يعني هنا شوفوا ثبتتهم بهذا الشكل، يعني سويت هيك شكلهن شويه هيك يعني واقفات. هنا سويت 4 وبعدها راح اسوي 2 منا ومنا يم الرقبه مالته، يعني يم الراس. شوفوا هنا الأربعة الرجلين صارن من الخلف، وذن الباقيات يصيرن من الأمام يعني تصميمهن. هنا بس سويتهن وشفت إذا يعني حجمهم يعني طويلات أو قصيرات. هنا قيسهن يعني يكون متساويات الجهتين، وثبتت هنا يعني يم الرأس. بعدها آخر شي راح أثبتهن بالرأس هيك صغيرات، يعني هيك يكون شكله. هسه شوفوا هنا اثقب ثقب صغير واخلي بيه بالفرشه يعني ماي حتى شنو من اثبت الرجل مالته تثبت. شوفوا بهاي الطريقه نسويها ونثبتها، يعني هيك يطلع شكلها احلى. وبعد ما نكمله يعني ما نحركه من مكانه حتى ينشف، لان اذا شلتوه راح يخرب كل شيء. الى ان ينشف يلا ترفعوه من مكانه. هنا بعد ما كملتها شوفوا هيك صار شكله. بعد ما خلصنا راح نغلف الكيكه. عندي هنا عجين لون ابيض وفردت خليت نشا، طبعا نشا من تخلونه وتفردون العجينه بسهوله تنفرد. انا راح اسويها يعني احاول اسوي شكلها دائري، وما نسوي العجينة سميكة كلش، يعني زينة لا رفيعة كلش ولا كلش سميكة. طبعا هذا النوع اللي جاي استخدمه هو بلو، وهاي الكيكة طبعا نقلتها على بورد غيره خليتها على اللون الابيض، وهنا نخليتها فوق الكيكة. طبعا الجو راح يبقى الحاشية يعني مالتها راح تبقى، بس الفوق احاول شوية اسوي. وهنا نسوي هيك مثل الكسرات بالايدين، ومثل ما قلت لكم يعني اذا تردون تسوون هاي الشكل من الكيكة سووها اعلى، كل ما سويتوها اعلى يعني يطلع شكلها احلى. هنا بس شفتها يعني شلون بيها زيادة هواي، فبالمقص راح اقطعها. هنا على كيفنا يعني نسحب مو قوي، يعني اسوي الفوق وهذا اسوي مثل الكسرات بايدي. شوفوا هيك بهالشكل نسوي بحيث ينطيني شكل حلو للشبح. شوفوا هيك نسويهن، يعني نخليهن يكون واضحات الكسرات مالتها. هنا بعدها راح اسوي العيون، فردت العجين اللون الاسود وراح اسوي بالقطعه الدائريه او اي فورم عندكم يعني هيك ظهرها، او نقطع العيون حسب حجم الكيكه، يعني تشوفون الشكل المناسب بيكون له. والفم سويته بقطعه اكبر. هنا راح اسويها اسحبها شويه بايدي اسويها مثل شويه بيضاوي شكلها ونثبتها، يعني شوف صارت شكلها بيضاويه تقريبا، مجرد ما نسحبها من فوق ومن جوا يصير شكلها ونثبتها.
وطبعا الفم هم نسويها مثل البيضاوية، وبعدها قطع جزء بسيط من فوق. نشوفه قطعت قليل من عنده وراح أثبته هنا، خليت قليل من المي وراح أثبت العنكبوت اللي سويناه. طبعا هاي الأشكال اللي سويتها، سويت 2 من المجسم العنكبوت. هنا راح شنو خليته، بس بعدها جبت عود رفيع وثبتها على الكيكة. هنا ثبتت العود وخليتها حتى يعني ما توقع، يعني تثبت كلش، هيك صار شكلها. هنا بعدها باللون الأبيض راح أسوي الإيد حتى شنو تمسك الجنطة اللي سويناها. مجرد ما هيك سويتها بهذا الشكل يعني ما يراد لها أي شيء، وراح أثبتها. بس هنا يعني عانيت، يعني مو بسهولة ثبتت وياي، لأن كانت الجنطة يعني ثقيلة مو خفيفة. فبعدها ثبتت عود دخلته من جوا الشكل، هو العجين من جوا الأبيض، خليت العود وثبتتها. يلا ثبت وياي، طبعا أكيد أخلي يعني ماي حتى تثبت أكثر. بالبداية خليت هذا العود بس ما فات، بس بعدها خليت عود شوية أسمر وخليته. هسه تشوفون شلون. هنا طبعا ما طلع بالتصوير، شتعبالي صورته العود ثبتته من جوا، وهنا طلع يعني شوية من عنده، فخليت عجين حتى ما يبين. بهاي الطريقة ثبت عندي، والعود اصلا ما بيني ان صار جوا العباية هاي. بعد هذا الشكل اللي سويناه ثبتته، يعني راح اخلي هنا الاشكال اللي سويتها اخليه هنا على البورد. هنا خليته. بعدها باللون الاسود القلم الغذائي راح اسوي شبكة العنكبوت، ارسمها يعني. هنا سويت مثل الزائد، وبعدها منها خط ومنها يعني هي الشبكة، وسويت هاي يعني الكاميرا كانت ما مبين بالتصوير، هنا راح ابينها لكم اكثر. شوفوا ايش صار، طريقتها كلش سهلة. بعدها راح اخلي العنكبوت الثاني اللي سويته يم الشبكة. هنا خليت مي حتى يثبت. بعدها باللون الاحمر سويت، يعني حسيتها باهتة، فسويت خطوط تعرجات باللون الاحمر، تعرجات او خطوط باللون الاحمر سويت حتى تبين عندي شوية احلى، يعني بما انه هو الشكل مال رعب وهذه السوالف، فضفنا شوية شون لون احمر انطاني شكل احلى. بعدها هنا عندي هذا الغذائي مثل العيون شكله، راح اخلي كم وحده على القاعده اثبتهن. وانا الجنطه خليت يعني مثل الحلويات، وهذا شكلها بعد ما كملتها. طبعا طريقتها كلش سهله وممتعه بالشغل. اتمنى هذا الفيديو عجبكم واستفاديتوا من عنده، ومع الف سلامه.